أم ياسر بتقولك ربنا يقويك يا حاجة، وعلى فكرة ابنك مش غلطان ومن حقه إن هو يخلف. أم سيد بقى بتقولك ربنا يهون عليكي يا حبيبتي، وإن شاء الله ربنا يجمعهم على خير. بعد الشر تتنبقك بعد الشر. أم يزن بقى بتقولك ربنا يخليهم لك وإن شاء الله. فاطمة؟ فاطمة زيك؟ مش تقولي إنك جاية؟ قلت أعملها لك مفاجأة. مع إني ما بحبش المفاجآت، بس لو كل مفاجآت حلوة كده فاجيني على طول. حاضر. أول مفاجأة إني شفت اللي نزلتيه على الفيس بخصوص أمينة وإبراهيم. كنت بفضفض يا فاطمة، ما أنا مش قادرة يا أختي أصدق اللي حصل، وبعدين ما لقيتش حد أتكلم معاه. وهو مش اللي حصل إني رقعت إبراهيم على وشه بالقلم وأجبرته على الطلاق عشان يتقدم؟ حصل يا أختي حصل. ولما هو حصل ما كتبتيش ده على الفيس ليه؟ وتكتبي أصلاً أسرار بيوتنا ليه؟ هو كل حاجة بتحصل لازم كل الناس تعرفها؟ دي سهير كتبت إيه مقصوفة الرقبة؟ إيه ده يا حاجة في إيه؟ أصل سهير شافتني قاعدة متكدرة، قالت لي يا حاجة اكتبي حاجة على الفيس كده وادعي لهم وخلي الناس تدعي لهم، يمكن المية ترجع لمجاريها ويرجعوا لبعض. طيب يا سهير، بما إن أنت اللي كتبتي امسحيه حالا بصوابعك الحلوه دي بدل ما كسرهم. لا وعلى ايه؟ اعتبريه ما اتكتبش اصلا يا مدام. مرار اخبارها ايه؟